هذا يقول إن عندي مبلغ مكتسب من شخص غصبا، والآن أرغب أبرئ ذمتي، هل أتصدق بالمبلغ؟ والله يا أخي كيف نقول لك تصدق وأنت ماخذها؟ أنا أذكر أنه مر علي رجل في المسجد يوم من الأيام وقال يا أخي أنا يعني حصل لي موقف لا أزال الآن أتصوره، وأنا الآن خايف إن الله لا يغفر لي أبدا. فسألت وش هو الموقف؟ قال إني يوم من الأيام قابلت أحد العمال وأخذت منها 1000 ريال، وقال صار يصيح والله يا هذا أنا مسكين أنا برسل لأولادي، وقلت يلا طردته وأخذته ورحت وهملته، وأنا الآن أتذكره ولا صرت موفق في حياتي أبدا، والله ما عاد الآن أنا التوفيق في ناحية وأنا في ناحية ثانية، وأنا الآن قلقان مرة. فهؤلاء يا إخواني الآن يأخذون الأموال من هؤلاء المساكين غصبا، ثم يجي الجبر حتصدق عنه، هذا ميت من الجوع. ها، ولذلك أنت الآن إذا تصدقت لأنك ما تعرف هو يخف عنك، لكن والله يا إخواني هذا المظلوم ذا اللي يدعو حسن. أنت أخذت يعني أنا يعني 1000 ريال هذا ترى عنده مليون أكيد. ها أكيد مثل المليون صح. لكن عاد ما أمامنا وش نقول له؟ صدق. نقول إذا لا تصدق بعد هذا الآن تائب، لكن الذنب والله كبير يا إخوان، الذنب كبير جدا، الذنب كبير، يعني السطو على هؤلاء المساكين والفقراء وأخذ أموالهم غصبا وقهرا، ثم يعني ليس سهل جدا، ولو أيضا وصل إلى الدولة ستعاقبه أكيد، يعني لو وصل إلى النيابة الله ما تخليه أبدا، تعاقبه عقاب شديد. لكن المشكلة أنه يعني يفلتون بعض المرات ما حد يدري عنه، فهذا ذنب عظيم يا إخواني جدا، والتوبة ينبغي أن يتذكر الإنسان هذا الذنب دائما ويستشعر شؤمه وعقوبته، لكن عاد خلاص إذا ما عرف يتصدق تصدق. نعم هذا أقرب حل على أمامه. نعم.